نروح مع حضراتكم لبوابة الأهرام، بنقرأ منها أمين النواب. الجلسة الافتتاحية للمجلس تبدأ برئاسة فريدة أشوباشي ويعاونها أصغر عضوين. قال الأمين العام لمجلس نواب المستشار محمود فوزي إن الأمانة العامة للمجلس اطلعت على قراري رئيس الجمهورية رقمي 4 و5 لسنة 2021 بشأن تعيين 28 نائبا، ودعوة المجلس للانعقاد في الجلسة الافتتاحية يوم الثلاثاء المقبل لبدء الفصل التشريعي الثاني. وقال فوزي في تصريح صحفي يوم الجمعة أن الجلسة الافتتاحية للبرلمان 2021 واللي بتعقد في 11 صباح يوم الثلاثاء المقبل بناء على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، أن الجلسة ستبدأ برئاسة العضوة فريدة الشوباشي وبوصفها أكبر الأعضاء سنا، يعاونها أصغر عضوين هما النائبين فاطمة أحمد وأبانوب عزت. ويشير إلى أن رئاسة الشوباشي للجلسة تنتهي بانتخاب رئيس المجلس الجديد، حيث يعتلي الرئيس المنتخب منصة المجلس ويتسلم إدارة الجلسة العامة. ومعنا هاتفيا واحد من النواب المعينين بمجلس النواب النائب الدكتور فخري الفقي. بعد صباح الخير دكتور، ألف مبروك لحضرتك على تعيينك في مجلس النواب، وقد كنت واحدا أيضا من أعضاء صندوق النقد الدولي. هنا حضرتك أكيد المهمة سوف تكون يعني كبيرة بالنسبة لحضرتك وفيما يمس أيضا الاقتصاد، وخاصة فيما يعرف بأنك تعرف أكثر أيضا عن دهاليز صندوق النقد الدولي وكيف يمكن أن يتواكب ذلك مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي رأيناه في السنوات الماضية. خليني طبعا صباح الخير. صباح الخير دكتور لحضراتكم، صباح الخير لمصر والشعب المصري كله. بمناسبة تعييني من قبل القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا دي ثقة غالية جدا، وبيتحمل المعينين وايضا المنتخبين مسؤوليه كبيره، لان المهمه طبعا مش سهله، لكن نقدر عليها ان شاء الله ونواكب ايقاع الرئيس في عمليات الاصلاح والتنميه المستدامه. طبعا بالنسبه لي انا شخصيا بالتعاون مع زملائي في المجلس بكل اطيافه السياسيه، ان المفروض امامنا ان احنا نبني على يعني ما قام به المجلس السابق، ولكن في هذه الفتره فتره طبعا ليست سهله في ظل جائحه فيروس كورونا وما بعد جائحه فيروس كورونا، ان شاء الله تزال هذه الغمه. وفي هذه الحاله الاقتصاد المصري يحتاج الى ما يلي طبعا التشريعات، برضه هنستمر في مراجعه التشريعات خاصه التشريعات الاقتصاديه وما يرتبط بها من تشريعات اخرى حتى يحدث الاتساق والتناغم في التشريعات. شيء ثاني ان احنا طبعا مهمتنا يعني بنراجع ونناقش الخطه الاقتصاديه والاجتماعيه بالاضافه الى اقرار الموازنه العامه للدوله، ايضا فيما يتعلق بالاتفاقات بتمويلات من المؤسسات الماليه الدوليه. انا اشتغلت في صندوق النقد الدولي وكنا بنمثل المجموعه العربيه في مجلس اداره صندوق النقد الدولي، كنا بنخرج في مهام يعني لكثير من الدول لتصميم برامج للاصلاح الاقتصادي. الفتره اللي جايه في مصر بعد الاصلاح الاقتصادي النقدي والمالي وتحقيق الاستقرار يعني الاقتصادي من حيث معدلات النمو، الاسعار، الموازنه وعجز الموازنه في هذه الحاله، ميزان المدفوعات الاحتياطي، الدين العام، سعر الصرف، كل ده حدث فيه استقرار والحمد لله، لكن ما يتبقى هو استكمال مسيره الاصلاح بقى النوع الثاني وهو الهيكلي اللي بدانا فيه في البرنامج الاولاني، ولكن لم يكن الوقت كافي للاصلاح الهيكلي. تمام. اهم الملامح فيه هو ان احنا كل التشريعات والسياسات اللي احنا هنراعيها هو الاستمرار في مجهودات دمج الانشطه الاقتصاديه غير الرسميه في الاقتصاد الرسمي، وده تحتاج لمجهود كبير من المجلس. كمان يعني مسانده البنك المركزي في تشريعاته فيما يتعلق بتحقيق الشمول المالي. كمان انا يعني
سنتعاون مع وزاره الاسكان والسكان، وزاره الصحه والسكان في خفض معدلات وضبط. دكتور يعني من هذه المسائل طبعا مهمه جدا. دكتور فخري، الحقيقه انه طبعا بالتاكيد مجلس النواب يعني خلال الفتره المقبله هيكون عليه عبء في صياغه عدد من التشريعات اللي تتناسب مع المرحله الاقتصاديه اللي مش بس مصر بتمر بيها لكن العالم ككل، مع تغيرات طبعا الخاصه بكورونا والتغير الاقتصادي العالمي، مزيد من التشريعات لجذب الاستثمارات، لتغيير ملامح الاستثمار في المنطقة لكي تكون مصر بوابة للاستثمار في إفريقيا. رؤية حضرتك لأهم هذه التشريعات هتكون إزاي؟ تشريعات تتعلق النهاردة، أنا عايز الاقتصاد المصري شأنه شأن باقي الدول اللي أسرعت في عملية النهوض بالرقمنة الاقتصادية. مهم جدا الرقمنة الاقتصادية، بمعنى الاقتصاد بتاعنا كلش ورقي ويعتمد على المستندات وخلافه في هذه الحالة المستندات الورقية، ولكن بتكون كل البيانات موجودة وقواعد البيانات موجودة في الأجهزة الإلكترونية أو الكمبيوتر. في هذه الحالة المواطن يبدأ توعيته ازاي يستخدم بكل يعني فئات المجتمع، وهنا مهمة يعني التعليم والتدريب ازاي. نعم. إن المواطن يتعامل مع اقتصاد كله يعني يتعامل بالأرقام من خلال الأجهزة الإلكترونية. أيضا التعامل النقدي في هذه الحالة مهم جدا، التعامل غير النقدي مهم جدا، التعامل غير صحيح. كل دي مسائل. أيضا الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنا عايز اهتم بالقوانين المتعلقة بالتدريب والتعليم التكنولوجي. طبعا احنا بدأنا بالفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في هذه الحالة بدأت منظومة لتطوير التعليم مهمة جدا، هنواصل كل هذه التشريعات. صحيح. اللي ممكن تقلل البيروقراطية وضبط وعملية دي مهمة طبعا كبيرة جدا لحضراتكم، وبارك لك مرة تانية طبعا على تعيينك في مجلس النواب. دكتور فخري الفقي كنت معنا، الخبير الاقتصادي المعروف.